السلام عليكم مشاهدينا الكرام. افتتح الأستاذ عبد الستار قاسم مقالة له فقال إنه اللاجئين الفلسطينيين عانوا المحن والأزمات على مدى تاريخهم ولم يعانوا ولم يحظوا بمعاملة حسنة من الدول العربية، رغم أن القضية الفلسطينية هي قضية كل العرب المفترض تكون. في لبنان هناك معاناة من نوع خاص، فهناك بعض السياسيين ينتهجون خطابا عنصريا تجاه الفلسطينيين، بل بعضهم ربما يحمل في خطابه لغة تحريضية ضد الفلسطينيين. سوف نحاول في هذه الحلقة من الحقيقة فهم طبيعة معاناة اللاجئين الفلسطينيين بشكل عام وفي لبنان بشكل خاص. ومعنا هنا في الاستوديو الأستاذ بشار الشلبي نائب الأمين العام للائتلاف العالمي لنصرة القدس. مرحبا بك أستاذ بشار. حياك الله وتحياتي لك. أهلا وسهلا. حياك الله. طبعا قضية اللاجئين الفلسطينيين قضية محورية في القضية الفلسطينية. كان يفترض من العرب أن يجعلوا هؤلاء اللاجئون يعني في حدقات العيون، بأن هذا قضية هي قضية مهمة لكل العرب. بشكل عام كيف تجمل لنا وضع اللاجئين الفلسطينيين في الدول العربية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. تحياتي لك وللجمهور الكريم المشاهدين، تحياتي لأهلنا في داخل فلسطين ولشعبنا اللاجئ في خارج فلسطين. الذي من زاوية حافظ على القضية الفلسطينية عندما انطلقت من مخيمات اللاجئين الفلسطينيين شرارات الثورة الأولى بعد النكبة وبعد النكسة كما تسميان، والذي يدفع الآن ثمن المحاولات الفاشلة إن شاء الله تعالى لإنهاء القضية الفلسطينية. أي عدوان أو احتلال لبلد أو لأرض ينتج عنه آثار عن هذا الاحتلال وهذا الإجرام، هذا موجود طيلة الفترات السابقة اللي كان فيها احتلال. اليوم احنا أمام احتلال كما يبدو أنه هو الاحتلال الوحيد اللي باقي بهذه الصورة على وجه الكرة الأرضية، وآثار هذا الاحتلال ما زالت ماثلة أمامنا وما زالت تصدم الإنسانية كلها وتصدم كل من لديه أي نوع من أنواع الحس بالمسؤولية تجاه حقوق الناس تجاه حقوق الإنسان. من هذه الآثار الناجمة عن الاحتلال الصهيوني هو الكتلة الهائلة من الشعب الفلسطيني اللي اطلق عليه اسم اللاجئين. الآن احنا مش في صدد الحديث بالمعنى القانون الدولي، مين اللاجئ ومين النازح واللاجئ اللي خرج وما قدرش يرجع، كل من هم الآن خارج فلسطين بالغصب بشكل قسري لا يستطيعون العودة إلى فلسطين هم لاجئون، وهذا العدد أو هذا الكم من الشعب الفلسطيني يتجاوز نصف الشعب، نصف تعداد الشعب الفلسطيني. هؤلاء اللي هم أحد أهم العناوين التي تؤشر على القضية الفلسطينية كقضية سياسية مرتبطة بحقوق الشعب الفلسطيني وبحقوق الأمة العربية والإسلامية لاعتبارات تاريخية ودينية وجغرافية. هذا العنوان اللي هم اللاجئين هو أحد أهم العناوين على وجود هذه القضية السياسية بكليتها وكما قلنا التاريخية والدينية ضمن الحقوق. طبعا في عناوين أخرى مهمة، القدس والأقصى وبقية القضايا، لكن هنا موضوع اللاجئين هو أحد أهم هذه العناوين. هذا العنوان الأصل أن يتم الحفاظ على حقوق هذه الفئة واحترام هذا العنوان لضمان الضغط على المحتل على المعتدي لاستعادة الحقوق وليس العكس. يعني اليوم اللاجئ الفلسطيني يدفع ثمن الاحتلال فهاجر أخرج من الديار، المعتدي هو المحتل. أي طرف عربي أو غير عربي يريد أن لا يدفع ثمن حالة اللجوء لاعتبارات اقتصادية، لاعتبارات طائفية، لاعتبارات طبعا وللأسف أنا أتكلم بهذه اللغة لأنها هي التي تحرك أطراف كثيرة، أي طرف لا يريد أن يدفع الثمن عليه أن يتوجه للمعتدي وليس للضحية. اليوم الشعب الفلسطيني اللاجئ في خارج فلسطين وخاصة عندما نتحدث عن لبنان مخيمات لبنان، الشعب الفلسطيني دفع أجداده وآباؤه ثمنا نتيجة العدوان الصهيوني ويدفع الأبناء والأحفاد اليوم ثمنا نتيجة العنصرية التي يتم مواجهته بها منذ أن بدأت النكبة، منذ الخمسينات تقريبا، يعني بعد النكبة بسنوات قليلة، والشعب الفلسطيني اللاجئ في لبنان ورغم كل ما يقدمه
وهو واجبه أن يقدم شيء تجاه البلد الذي احتضنه والشعب الذي احتضنه، ولكن يتم التعامل معه بطريقة لا تمت إلى الحقوق الإنسانية بصلة، فضلاً عن أن نتحدث عن حقوق الأمة بين أبنائها كعرب ومسلمين وجيران يعني أيضاً. هناك انتهاك إنساني. لكن يعني الصفدي وزيرة الدولة اللبنانية لشؤون التمكين الاقتصادي للنساء والشباب تقول يعني نحن خائفون من انتهاك الدستور إذا راعينا الفلسطينيين، الدستور يقول لا بد من رفض التوطين. للأسف يعني مع احترامي الشديد لمعالي الوزيرة، وهي إنسانة يعني توصف بأنها يعني تهتم بالفئات وهذا مرتبط بمفهوم حقوق الإنسان، للأسف أنه ينطوي هذا التصريح على الكثير من العنصرية والكثير من عدم الاحترام للشعب الفلسطيني. لماذا؟ لأنه مضمون هذا التصريح أنه إذا أعطينا الفلسطيني حقوقه بتخلى عن وطنه، وهذه إساءة عظيمة أصلاً. وهي إساءة عظيمة للشعب الفلسطيني، لأنه الذي أثبتته الوقائع أن الفلسطيني والإنسان عموما كلما تملك حقوقه الإنسانية كلما تمسك ببقية حقوقه الإنسانية. يعني الآن الأجيال الفلسطينية التي تعيش في الغرب في أوروبا اكتسبت حقوقا نتيجة عيشها في الغرب قد تصل إلى الجنسية الغربية. هل هذا دفع هذه الأجيال إلى أن تتخلى عن فلسطين رغم ما حققته بالمعنى المادي؟ على هي ورقة على كل حال، على الإطلاق هي بالعكس ثابت. تتمسك بحقوقها كلاجئين، وبالذات فيما يتعلق بالعودة الكاملة التامة إلى المدن والقرى التي تم تهجير الآباء والأجداد منها أكثر من أي وقت مضى. هذا المعنى الذي تحدثت به الوزيرة، معنى غير إنساني، معنى عنصري غير مقبول على الحق. وأحيانا معنى غير عقلاني يعني أقصد. أيوة. أما إذا يعني من ناحية هل الفلسطينيون يريدون جنسية لبنانية أم يريدون ماذا؟ الفلسطينيون يريدون العودة إلى فلسطين، ولكن هذا المعنى يتضمن أن يمتلكوا حقوقهم الإنسانية. اليوم يا أستاذ صلاح، اليوم الأسرى عند العدو الصهيوني يقومون بانتفاضات وهم داخل السجن للمطالبة بحقوقهم باعتبارهم أسرى. لكن أنه يتم التعامل مع شعب كامل، أجيال، إحنا بنتحدث عن أجيال يا صلاح، نتحدث عن أجيال يتم التعامل معها ضمن هذا المنطق أنه إذا أخذت حقوقها يعني هل الدستور اللبناني وهو ترى من أقدم الدساتير العربية، وبالمناسبة الشخصيات اللبنانية القانونية ساهمت في وضع الميثاق العالمي لحقوق الإنسان، اليوم الدستور اللبناني بهذه الهشاشة حتى يهتز ويتأثر من إعطاء حقوق للاجئين في لبنان؟ إذن تذرع. هو تذرع، وهو إساءة كما قلت للشعب الفلسطيني وإساءة للدستور طيب اللبناني. ما طبيعة لأنه معاناة الدستور اللبناني أحد بنوده بالمناسبة طيب، وهم الدساتير العربية القليلة نعم، اللي تعتمد وترتكز إلى حقوق الإنسان في بنيتها أو فيما يسمى بالعرف اللي قائم عليه الدستور اللبناني. ماذا يعاني اللاجئ الفلسطيني في لبنان بالضبط؟ يعني لأنه دائما التقارير تتحدث عن لبنان بشكل كبير، يعني وكان هناك مشكلة كبيرة يعاني منها اللاجئ. أشكال التمييز ضد اللاجئ الفلسطيني في لبنان طالت كل الجوانب. أوضح إشي واللي تحرك الآن هو موضوع الحقوق المتعلقة بالعمل. وطبعا إحنا لازم ننتبه هون أنه لما نتكلم عن الحقوق اللي متعلقة بالعمل لا يتوقف الأمر عندنا، لأنه هذا يتوقف على خلق احتقانات مجتمعية في لبنان، وهذا الكلام يتحدث عن بيئة طاردة للإنسان الفلسطيني من لبنان لتهجيره من جديد مرة أخرى. هذا التمييز المتعلق بالمهن والعمل طبعا هي مرت بمراحل متعددة، في أكثر من 78 مهنة نعم محظور على الفلسطيني أن يعمل فيها. يعمل بها. وهذا يترتب عليه ماذا؟ يترتب عليه الآفاق المتعلقة بطموح الشباب الفلسطيني. يعني لما يعني هو يعرف يعرف أنه لا يستطيع أن يعمل طبيب، لا يستطيع أن يعمل محامي، لا يستطيع أن يعمل كذا، معناته هو ليش يروح يدرس؟ فتخيل أنت المسار، مسار حقيقة لو كان هناك عقليات، وأنا متأكد أنه لبنان مليء بالعقليات اللي فيها الوعي بمعناه العقلي والقانوني والوعي الوطني اللي يدركوا
إنه هذه مثل هذه الأقوال وغيرها والسلوكيات وما قام به ويقوم به وزير العمل الآن هي وصفة سيئة جدا لتفجير الواقع المجتمعي والسلم الأهلي في لبنان، وهو ما لا يريده أي عاقل لا من اللبنانيين وبالتأكيد ليس من الفلسطينيين. إعطاء الناس حقوقها الإنسانية لا يمكن أن يكون مضرا لا بلبنان ولا بغير لبنان، العكس هو الصحيح. البيئات التي تكثر فيها عمليات الاحتقان وحرمان الناس من حقوقها هي البيئات التي تنبت فيها كافة أنواع التعصب وكافة أنواع التطرف وكافة بكل أنواعه، تطرف ديني وتطرف عنصري وتطرف قومي، كل أنواع التطرف البيئة التي تنبت فيها هي هذه البيئات، بيئات الحرمان وبيئة انتهاك الحقوق وبيئة الظلم وبيئة عدم التعليم وبيئة عدم الأخذ بالحد الأدنى من الحقوق. لا حقوق صحية، لا حقوق تعليمية، لا حقوق في العالم في العمل، فضلا عن المستويات الأخرى التي تتعلق بالسفر والانتقال. أما التملك فهذه قصة أخرى يعني، وكأن الفلسطيني في لبنان إذا تملك شقة عشان يسكن فيها هذا تخلى عن فلسطين. شيء غريب. أي نعم، فالصورة في لبنان الحقيقة صورة مزعجة. وأنا أقول لك اليوم على الطاولة وعلى المحك حقوق الشعب الفلسطيني في لبنان باعتباره لاجئا وليس باعتباره زائرا ولا باعتباره أجنبيا مسافرا ولا باعتباره وافدا، حقوق باعتباره لاجئا ضمن مفهوم القانون الدولي وضمن مفهوم الجامعة العربية وضمن مفهوم الحقوق الإنسانية. وبالتالي لابد من فتح الملف، كل الملف على الطاولة، والتعاطي مع الشعب الفلسطيني في لبنان باعتباره شعب له أولوية الحفاظ على حقوقه التي أقرها له القانون والدساتير والحقوق الإنسانية من أجل التمسك بحقه في العودة إلى فلسطين ورفض التوطين ورفض أي شكل من أشكال تهجيره مرة أخرى من جديد. يعني لأنه واضح أنه كأنه مطلوب أن الفلسطينيين يؤسرون الآن في لبنان بمنعهم من العمل ومنعهم من أن يحلموا حتى بالمستقبل. والعجيب أكثر أنه اللبنانيين هم أنفسهم لهم هجرات في أمريكا اللاتينية وفي أوروبا وكذا، ويبحثون عن فرص عمل وهناك يتمتعون بحقوقهم كاملة، فلماذا يحاصرون فلسطينيين في لبنان؟ ليس فقط اللبنانيين، أي شعب يعني من حق أفراده، وهذه أحد أهم الحقوق الإنسانية على فكرة المتفق عليها دوليا واللي متضمنة في الميثاق العالمي لحقوق الإنسان، يعني أن يسافر، أن يبحث عن فرص، أن يبحث عن آمال وطموحات، هذه لا تعيب أي شخص ولا تنتقص من انتمائه لموطنه الأصلي اللي أنت تفضلت فيه. إحنا بنحكي عن ملايين من اللبنانيين، ملايين. هل يستطيع أحد أن يطعن بانتمائهم الوطني للبنان بحجة إنهم يملكون جنسيات هنا أو هناك؟ أكيد لا. فلماذا إسقاط هذه الحالة بشكل معكوس على الشعب الفلسطيني؟ كما قلت لك هو شكل من أشكال العنصرية، شكل من أشكال الإيذاء للشعب الفلسطيني، شكل من أشكال اليمينية المتطرفة التي تنتقل بالعدوى من ترامب لرئيس وزراء بريطانيا الجديد جونسون. والحبل على الجرار، هذه موجة عنصرية، موجة عنصرية يمينية متطرفة تتجاوز المعنى الإنساني الذي منذ ما بعد الحرب العالمية الثانية أصبح هو السائد وهو الرائج. هاي محاولة لتجاوزه والعودة إلى الخلف، لا أريد أن أقول مئات السنين، عشرات السنين على الأقل. لكن يبدو أن المشكلة ليست فقط مع زمن ترامب، هذا الزمن العنصري العجيب، يعني أيضا هناك مشكلة في طبيعة المخيمات الفلسطينية في لبنان، وكأنه يعني من يدخل إلى هذه المخيمات يجد حتى مشكلة في طبيعة السكن، في طبيعة التعليم. وهي تراكمية أستاذ، يعني اللي أنا تحدثت عنه أنه منذ الخمسينات، يعني منذ بداية حالة اللجوء وحالة والوضع العنصري والتعامل معه، الآن في محطات تاريخية فيها أخطاء لا يمكن لأحد أن يتجاوزها، لكن لا استحضارها يعني استحضار المشاكل من جديد لا سمح الله، وهذا ما لا يريده أحد. الحال اللي تم التعاطي معها مع الواقع الفلسطيني في لبنان أنشأت هذه البيئات اللي أنا حذرت من أنها هي الحاضنة الطبيعية لكل الإشكاليات وأنواع التطرف المختلفة. وأنا هنا أريد أن
يعني أعقد مقارنات بسيطة الحقيقة، والمقارنة فقط مقصود منها أنه يعني أين الخطر. نعم. إحنا في عندنا 3 دول عدد اللاجئين فيها ضخم، اللاجئين الفلسطينيين، الأردن وسوريا ولبنان. صحيح. يعني الأردن طبعا هو النصيب الأكبر، لأنه تقريبا نصف اللاجئين الفلسطينيين خارج فلسطين موجودين وين؟ في الأردن. ولا شك أنه سوريا قبل الأحداث ولحد الآن يعني يوجد عدد كبير، يعني قبل الأحداث يمكن كان يتجاوز 600,000، واليوم يعني لا يقل عن 400,000 بأي حال من الأحوال، ربما يعني يكون أكثر من هيك العدد. اللي أنا أقوله أنه في الحالتين، في الأردن، في الحالة الأردنية وفي الحالة السورية، الفلسطيني يعني لا يعاني ما يعانيه الفلسطيني في لبنان. لبنان دائما حالة خاصة، حالة خاصة. فهذا العدم يعني امتلاك مجموعة من الحقوق، طبعا في اختلافات، لكن امتلاك صحيح. مجموعة من الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني اللاجئ سواء في سوريا أو في الأردن، هل أنتج حالة سلبية خاطئة أم بالعكس الوضع اللي في لبنان هو اللي أنتج الحالة السلبية؟ يعني بكل بساطة يعني الوضع اللي أشرت إليه حضرتك، اللي هو واقع المخيمات وما ينتج عنه وما يترتب عليه، سواء المعاناة للشعب الفلسطيني أو البيئات التي ينتج منها حالات نافرة وغير طبيعية، أين هي موجودة؟ موجودة في لبنان، ليست موجودة في سوريا وليست موجودة في الأردن، مع أنه الحقوق اللي يعني يأخذها اللاجئ الفلسطيني في سوريا أو يأخذها اللاجئ الفلسطيني في الأردن أكثر بكثير. يعني مفترض هذه المقارنة فقط لوحدها تنبع عن أنه خطأ مسار، هي واقع موجود، واقع موجود، نفس البيئة، نفس الجو، حنا عرب وكلنا التاريخ والجغرافيا والأعراق. يعني تعرف إحنا كشعوب في هاي المنطقة تجد بعض أطراف العائلات موجود في لبنان وبقية أطراف العائلة موجودين في سوريا وموجودين في فلسطين وموجودين في الأردن، نفس وأحيانا تحمل نفس الاسم، يعني مش بس التفرعات. فهذه هي الحقيقة، هاي الحقيقة التي بعض الأطراف اللبنانية يصر على أن لا يراها، ويصر على أن يتجه إلى الحالة المتطرفة الذهنية التي ليست هي الواقع الحقيقي على الأرض. كيف يمكن أن تلعب القيادات الفلسطينية في مخيمات اللجوء في لبنان نتحدث، يعني دورا من أجل أن تعالج الحساسيات الموجودة عند السلطة اللبنانية؟ طيلة الفترة الماضية ويعني على الأقل في 10 سنوات الماضية، كانت باستمرار في لجنة، يعني لجنة لبنانية فلسطينية مشتركة، وكان في لجان محلية في لبنان، لجان على مستوى المخيمات ولجان في كل مخيم من المخيمات، يتشكل من القوى الفاعلة الإسلامية والوطنية المختلفة، وتحاول هذه اللجان أن تتعامل باحتواء لكل القوى الفاعلة والمؤثرة في الواقع الفلسطيني في لبنان، لاحتواء أي إشكالية. وكان التفاهم يعني في صور الحقيقة أثمر الكثير من المحطات التي أكدت الحفاظ على السلم والأمن الأهليين على المستوى الفلسطيني في المخيمات وعلى مستوى اللبناني، والتعاطي مع حتى مع الإشكاليات أحيانا بصورة يعني مكنت الجانب الفلسطيني والجانب اللبناني اثنين من إنهم يتجاوزوا مخاطر معينة في محطات مختلفة. فهناك يوجد آلية، وهي الآلية موجودة وفعالة اليوم، مش هي اللي مطروحة للنقاش اليوم. اللي مطروح للنقاش إنه إبقاء الفلسطيني بدون عمل، لا لجنة مخيم ولا لجنة تفاهم فلسطيني لبناني قادرة على أن تحل مشكلة آلاف الشباب الفلسطيني اللي محروم من العمل، عندما يتكدس هذا ويعيش حالة من حالة الاحتقان وحالة من حالة الإرباك النفسي الداخلي ويجد نفسه بدون أمل. لن تحل المشكلة لا لجنة هنا ولا لجنة هناك، وإنما تكون الأمور مفتوحة على كل الاحتمالات. هذا ما لا يريده الفلسطينيون، هذا ما لا يريده كل وطني لبناني صادق واعي، لأنه حتى الوطنيين اللبنانيين ينظرون بتعجب لسياسات الحكومة الجديدة وتصريحات وزير الداخلية، ولدينا هنا وزيرة شؤون المرأة والشباب، هناك خطاب عنصري يغذي متطرفين ربما داخل الشعب، وهذا قد يضر ب وضع الجالية أو اللاجئين عفوا الفلسطينيين في لبنان. فاصل قصير أستاذ بشار إذن لنا فيه ثم نكمل النقاش. فاصل قصير مشاهدينا الكرام. Oh,
عدنا إليكم مشاهدينا الكرام في الحقيقة، وضيفنا هنا في الاستوديو الأستاذ بشار شلبي عضو الأمانة العامة لائتلاف فلسطيني الخارج. نتحدث عن مأساة اللاجئين الفلسطينيين وظروفهم في بلدان اللجوء. مرحبا بك أستاذ بشار من جديد. حياتي. نريد أن نتحدث عن ما يراد للاجئ الفلسطيني، خاصة ونحن نتحدث عن ونرى صفقة يديرها ترامب ويحاول أن يروج لها في المنطقة. يعني لا يمكن أن نعزل أي حدث يدور في المنطقة عن الرؤية التي يقدمها ترامب واليمين الصهيوني المتغطرس اللي بيتحكم بالحكومة الصهيونية، واللي لا يخفي مشروعه بإنهاء القضية الفلسطينية وشطبها. أحد العناوين المعلنة لفريق ترامب نتنياهو، أحد العناوين المعلنة استهداف اللاجئين، سواء من خلال شطب منظمة دولية قامت من أجل حل إشكالية إلى حين تسوية أو إنهاء مشكلة اللاجئين الفلسطينيين اللي هي الأونروا، وكالة غوث وتشييد اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، أو من حيث الضغط على اللاجئ الفلسطيني نفسه في أماكن وجوده باتجاه إنهاء هذا الوجود الفيزيائي. يعني في تصور إنه ما دام في عنوان اسمه اللاجئين، هذا العنوان يبقي القضية الفلسطينية حيوية وحية، فلابد من شطب هذا العنوان. هذه الصورة تجعلنا ننتبه بشكل صريح إنه الإجراءات اللي يتخذها أو اللي اتخذها وزير العمل اللبناني، وحتى التصريحات المنسوبة إلى وزيرة الشباب أو المرأة، وزيرة الدولة لشؤون الشباب، هذه التصريحات تصب بالنتيجة بغض النظر عن مقصد من يصرح، هذه تصب في خدمة صفقة القرن، بمعنى خدمة تصفية القضية الفلسطينية. أي عنوان من العناوين الأساسية للقضية الفلسطينية يتم استهدافه، هو بشكل آلي سيذهب إلى مصلحة الرؤية اللي يتبناها ترامب ونتنياهو بغض النظر عن شيء. ولذلك المسؤولية المجتمعية، يعني اليوم لبنان الدولة أعلن موقفا واضحا صريحا من صفقة القرن، نعم، ومن ورشة المنامة ومن غيرها. صح. هذا الموقف لا نراه منسجما مع الإجراءات اللي على الأرض اللي متعلقة بالشعب الفلسطيني. يعني هو عمليا يخدم هذه الصفقة من الناحية العملية، يصب في مصلحة هذه الصفقة وفي مصلحة الرؤية الصهيونية والرؤية الأمريكية بشكل مباشر. ولذلك المسؤولية على الشق اللبناني، وإحنا هنا لابد أن نحكي بوضوح، نعم، إنه هذا الموضوع ليس فلسطيني لبناني. يعني دفع القضية المتعلقة بحقوق اللاجئين الفلسطينيين في العمل في لبنان، دفعها إلى أنها صراع لبناني فلسطيني، هذا لا يخدم الحقيقة ولا يخدم أحد، وإنما يجب أن تكون ضمن مفهوم حقوق الإنسان اللي يصطف الكثير من اللبنانيين والقوى اللبنانية. وإحنا بنعرف هذا الكلام، الأطراف اللبنانية في الكثير منها بل أغلبها يصطف إلى جانب الحق الإنساني للاجئين الفلسطينيين، لكن التعبير يجب أن يأخذ مدى أوضح، ويجب أن تكون على طاولة الحوار اللبناني أيضا أنه جزء من السلم الأهلي اللبناني يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار، وعدم السماح إلى التصرفات العنصرية أو القرارات العنصرية بأن تهدد هذا السلم. وبالتالي الوقوف ضد صفقة القرن والإعلان بعدم الموافقة على صفقة القرن لابد أنه ينسجم تماما مع هذا الإعلان، مع هذا الموقف، ما يتعلق بواقع اللاجئين الفلسطينيين سواء في لبنان أو في الأردن أو في سوريا أو في أي مكان. أنا لا أتحدث فقط عن لبنان، لكن كون الوضع الآن واستهداف الحقوق المتعلقة باللاجئين الفلسطينيين من حيث العمل هي موجودة في لبنان، فلا بد أن نشير بشكل من التركيز على هذا الوضع المتعلق. طيب، الصهاينة حين احتلوا فلسطين هم يعني هجروا أهلها من أجل أن يقيموا دولتهم، والآن صفقة تريد أن توفر وطنا بديلا لهؤلاء الفلسطينيين. برأيكم أو موقفكم أنتم كفلسطينيين من أجل أن يكون هناك سلام فعلا في المنطقة، كيف يمكن حل قضية اللاجئين؟ احنا شوف، الشعب الفلسطيني واضح موقفه فيما يتعلق باللاجئين، لا بديل عن عودة اللاجئين، كل اللاجئين، إلى المدن والقرى التي هجروا منها.
وأي حديث عن أنه أي بقعة فلسطين هي فلسطين هي محاولة للتشويش على مفهوم حق العودة. حق العودة مرتبط بالكل الفلسطيني جغرافيا والكل الفلسطيني شعب، وبالتالي ما يعبر عنه اللاجئون عموما وما تعبر عنه المؤسسات الفلسطينية والمؤتمر الشعبي الفلسطيني الخارجي اللي أتشرف بعضوية الأمانة العامة فيه ومنذ التأسيس، أنه لا يوجد في التعامل مع قضية اللاجئين إلا مسار واحد، عودة كاملة للاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم التي هجروا منها. هذه هي الرؤية، وهذا هو الذي يجب أن يطمئن. وهذا بالمناسبة أستاذ صلاح يقوله الكبير والصغير، يعني يقوله الفلسطيني اللي انولد في فلسطين وتهجر منها، بمعنى اللي عمره يتجاوز 70 سنة، ويقوله الفلسطيني اللي ولد خارج فلسطين، ويقوله الحفيد الذي يعني لم يرى ولم ربما يسمع من فلسطين إلا من حديث الجدات. حق يتوارث، حق متوارث متمسك به، وتعلن عنه الأجيال بصورة وبصور مباشرة، وكأنه جزء من جينات الشعب الفلسطيني وموروث يتوارثه الأبناء عن الآباء والأحفاد. نعم. عن الأجيال. ماذا عمن يقول إنه عودة إلى أراضي 67 تكون مناسبة للأجيال؟ هذا أنا ما قصدت عندما قلت إنه كل جزء فلسطين هو فلسطين. إذا كان هذا كل جزء فلسطين هو فلسطين، ففلسطين هي رام الله، وفلسطين هي حيفا، فلسطين هي بيسان، وفلسطين هي جنين، فلسطين هي بئر السبع، وفلسطين هي غزة، وفلسطين هي عكا. هذه هي فلسطين، وبالتالي العودة هي للمكان الذي تم التهجير منه. هذه هي العودة التي يعترف بها الشعب الفلسطيني واللاجئ الفلسطيني. ما سوى ذلك أصلا ما يطرحه بعض الساسة الإسرائيليين، وما يقال أنه توافق معه بعض الشخصيات مثل وثيقة يوسي بيلين وغيره، هذه لا تحل المشكلة، ولا بالعكس هذه تعمق مخاوف العناصر اليمينية المتطرفة مثل اللي بنسمعه في لبنان، لأنه هؤلاء اللي هم الأغلبية الساحقة ليسوا من مناطق الضفة الغربية وغزة، هؤلاء من مناطق فلسطين المحتلة عام 48. وبالتالي في موضوع العودة المطروحة بهذا الشكل، نتحدث إما يتحدثون عن جزء بسيط أو لا يتحدثون عن هؤلاء. وأنا أقول لك ترامب اليوم يتحدث عن أنه إذا في شيء اسمه حق عودة، هو حق عودة للي طلع، يعني للي أعمارهم فوق 70، قديش عددهم؟ هذول الحد، واللي بيقدر يرجع منهم. هذا الذي يتحدث به ترامب، بمعنى أنه يريد أن يلزم الدول التي فيها لاجئين أنهم يوطنوا هؤلاء من أجل مصلحة الكيان الصهيوني ولإنهاء القضية الفلسطينية. هذا هو المرفوض، وإذا كان هذا مرفوض منا كلنا فلسطينيين ولبنانيين وأردنيين وسوريين، فيجب التعبير عنه ما يكون ضغط على الفلسطيني من جديد. صحيح. التعبير عنه مش ضغط على الفلسطيني، هذا هو الضحية. التعبير عنه موقف ضد الرؤية اللي بتبناها ترامب وصفقة القرن، وموقف ضد الكيان الصهيوني اللي مستمر باحتلاله ومستمر بعدوانه، وموقف لصالح هؤلاء اللي هم الضحية لاحترام حقوقهم الإنسانية ولدعم موقفهم بالتمسك بحقهم في العودة إلى ديارهم وإلى ممتلكاتهم التي هجروا منها هم أو آبائهم أو أجدادهم. الحقيقة من يسمع حديثنا أستاذ بشار يعني يستغرب شلون يعني الدول تقوم على الاستثمار في 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 أفرادها، في الشباب، في كل شيء. الآن أنت حين تحاول أن تفصل مجتمع من داخل بلدك، أنت تفرط يعني في طاقات وتفرط في عقول، وأمريكا هي دولة قامت على المهاجرين أساساً يعني. صح. ولكن صح. هناك فشل عربي كبير في الاستثمار في مواطنيهم وحتى في المقيمين عندهم. أريد أن أذهب إلى نقطة أخرى، يبدو ليس فقط شطب اللاجئين ما تريده أمريكا، شطب فلسطين كلها. يعني قرار للخارجية الأمريكية بحذف اسم فلسطين من موقعها الرسمي، هذا تحدي كبير الآن، وإن كان شكلي. لا، هو ليس شكلي. وهذا جزء من الجنون اللي بتمارسه الإدارة الأمريكية، عبرت عنه بما يتعلق بالسفارة، نقل السفارة واعتراف. صحيح. بالقدس، عبرت عنه بالضفة الغربية والمستوطنات، عبرت عنه بالجولان، وهي الآن تعبر عنه بالعنوان اللي اسمه فلسطين. وأنا قلت قبل فترة ربما في قناتكم الكريمة أنه لا نستبعد أن يمتد هذا الجنون نحو الشرق، نحو الأردن.
وهذا ليس غريبا، لأنه قبل فترة بسيطة قام مجموعة من اليهود بيعني رقصات تلمودية في أحد المواقع في الأردن، وبشكل استفز الشعب الأردني في البتراء وغيره. هذا الجنون، مسار الجنون هذا، ما حد يعني يستطيع أن يعرف إلى أي حد سيتوقف إن توقف، ما دام هذا الجنون يتحرك ضمن القوة وضمن الدعم والموقف العربي. اليوم الشيء الذي يجب أن ننتبه له أنه في السابق عندما كانت تصدر مواقف صهيونية أو مواقف أمريكية تمس حقوق العامة في القضية الفلسطينية، كنا نسمع مواقف عربية بغض النظر عن صدقها. اليوم صمت، يبدو ليس فقط صمت، قبول، دعم، بل بالعكس ربما في ضغوط على بعض الأطراف العربية إذا ما انسجمت تماما مع الرؤية الأمريكية، وهذا رأيناه فيما يتعلق بالأردن، فيما يتعلق بالقدس والأقصى. كان يتعرض الأردن لضغوط كبيرة، يتعرض إلى ضغوط ليتماشى تماما مع الرؤية الأمريكية. هذه الانتكاسة هي التي تصبغ المرحلة، وهي التي تشير إلى أننا نحن على أعتاب حالة معينة من الاحتقانات، الوصول إلى مرحلة حقيقية فيما يسمى بعنق الزجاجة. وهنا لابد أن ننتبه أنه المؤكد لدينا أن الفلسطينيين لن يتخلوا عن حقوقهم. عنق زجاجة، احتقان، صعوبة، توتر، فليسمى أو ليسمي الساسة ما يشاءون، لكن هناك حقيقة أن الشعب الفلسطيني لا يتخلى عن حقوقه ولن يستسلم. وما نراه اليوم فيما يتعلق باللاجئين مسيرات العودة، اليوم احنا نحكي عن 72 أسبوع، ويتمسك اللاجئون الفلسطينيون والشعب الفلسطيني في قطاع غزة المحاصر والمحروم من أدنى الحقوق وأبسطها، يتمسك بعنوان اسمه مسيرات العودة، للدلالة على أنه رغم كل ما يمكن أن يصاب به الشعب الفلسطيني إلا أنه حقه بالعودة وتمسكه بها هو شيء أساسي. وبالمناسبة اليوم هناك دعوات قد تتطور إلى سلوك حقيقي من الشعب الفلسطيني في لبنان، أنه إحنا لا نريد أن نشكل عبئاً إضافياً على لبنان، إذا لبنان ينظر إلنا أنه إحنا عبء عليه، إحنا بكل بساطة فلنرجع إلى فلسطين، نتحرك إلى الحدود ونرجع إلى فلسطين كما عاد المبعدون اللي إحنا بنعرف قصتهم في بداية التسعينات، عندما أصروا 400 من أبناء فلسطين من حركتي حماس والجهاد الإسلامي، وأصروا أن يبقوا على الحدود حتى تمت إعادتهم إلى داخل فلسطين بالرغم رغما عن حكومة الإسرائيلية. لكن للأسف هناك ضغط على الفلسطيني وليس على الحدود الصهيونية هناك. نعم. بخصوص تعامل الحكومات الدول العربية، يعني كيف يمكن قراءة بعض التصريحات اللي تقول لابد أن نغير من سلوكنا القديم مع القضية الفلسطينية وأن نتواصل مع الصهاينة بما أنهم أصبحوا مؤثرين على الأرض؟ يعني هو هذا يستبطن وكأنه ما كانش في تواصل مع الصهاينة، بس هي الحقيقة ليست هكذا، والآن الحقيقة باتت مكشوفة لأنه صاروا الطرفين بتحدثوا عن التواصل. فإذا الكلام أنه يغيروا، أنا معهم أنهم يغيروا لأنهم كانوا طول الوقت بتواصلوا مع الصهاينة وبتفقوا معهم، فيغيروا، فليجعلوا علاقة في العلن الآن، لا فليجعلوا العلاقة أنه ما في علاقة تفاهم إلا صراع وحرب ما دام المعتدي هو العدو الصهيوني. على كل، نعم، اليوم الأطراف العربية الذي يتكلم هذا الكلام من الأطراف العربية إذا كان يتكلم على قاعدة الحقوق وإعطاء الشعب الفلسطيني هذه الحقوق، فليعد ببساطة إلى المبادرة العربية، المبادرة العربية التي قدمها العرب بغض النظر عن أي موقف فلسطيني منها، علما بأن الموقف الفلسطيني الرسمي كان مؤيدا للمبادرة العربية. هذه المبادرة العربية التي من ضرب بها أو ضربها بعرض الحائط هو الكيان الصهيوني، لم يقبلها ليس الفلسطيني وليس العرب. فإذا كان يعني من يتكلم من العرب بأي لغة أنه يعني يدين نفسه ويتهم نفسه بأنه لم يحسن التعامل مع الكيان المغتصب، فهي أمام المبادرة العربية ماذا استطاع الطرف العربي أن يحقق؟ يعني العرب هم من بادروا في هذه القضية، العرب بادروا ولم يستوعبوا هذا العدو المحتل مقابل أنه يعطي جزء من الحقوق للشعب الفلسطيني. أين هي الذي
ويصف بعض الساسة العرب بأنها تشنجات في الموقف العربي وبإضاعة الفرص من طرف الفلسطيني أو من الطرف العربي. مش هذا اللي يطلق عليه تشنجات وعدم إدارة وإضاعة فرص؟ هذه المبادرة العربية يعني لها 20 سنة بتتحرك المبادرة العربية أو محاولة تحريكها. الذي يعطلها، الذي يعيقها، الذي يمنع تطبيقها هو الطرف الصهيوني. صحيح. وليس لا طرف فلسطيني ولا طرف عربي طبعا. يعني هناك تزوير حتى للتاريخ والقريب بالضبط. يعني. بالضبط. القريب جدا. وأنا أريد أن أسأل ونحن في ختام هذه الحلقة، أيضا هناك يبدو رغبة لأنه فلسطين تبقى غائبة في ساحة الأحداث العربية، إشغالها بانقلابات، إشغالها بمؤامرات على دول عربية ثانية، هل ترى أنه هذا جزء من المؤامرة على القضية الفلسطينية؟ يعني هو يؤدي إلى الإساءة للقضية الفلسطينية، يؤدي إلى هي محاولة لتراجع القضية الفلسطينية من سلم أولويات الأمة. لكن شوف، الحقيقة أنه رغم المعاناة التي يعانيها شعوب أو تعانيها شعوب المنطقة، نعم، سواء بسبب الاستبداد والظلم والعدوان أو بسبب الواقع الاقتصادي أو لأي سبب من الأسباب، إلا أنه فلسطين حاضر وحاضرة دوما وحاضرة بقوة وحاضرة بالمعاني القيمية العليا التي لا تتخلى عنها الأمة ولا يتخلى عنها أبناؤها. وأنا أقول لك الآن يمكن الشيء المفاجئ في التطورات الأخيرة مواقف يعبر عنها أطراف إما رسمية أو شخصية في دول الخليج هنا وهناك، لكن الجو العام والحقيقي للشعب العربي في دول الخليج هو موقف متمسك بالقضية الفلسطينية، متمسك بالحقوق الفلسطينية، متمسك بالمنظور الحقيقي لعدوان صهيوني ضد شعب وأخذ حقوقه أو سلب حقوقه والاعتداء عليه. هذه هي الصورة الحقيقية وهي الصورة المستمرة. كل محاولات الضغط على وعي الشعوب ومحاولة تزوير الحقائق ومحاولة الضغط بالشكل الإعلامي أو حتى بالشكل الترهيبي، لأنه في نوع من أنواع الترهيب لمن يتكلم عن القضية الفلسطينية بحريته، نوع من أنواع التخويف المباشر أو غير المباشر. رغم كل ذلك الأمة العربية والأمة الإسلامية اللي هي الحاضنة الحقيقية والطبيعية لهذه القضية، نعم، والتي تدفع باتجاه أن هذه القضية هي قضية حق يجب تحصيله في النهاية، نعم، وما ضاع حق وراءه مطالب، هذه القضية ستبقى والأمة ستبقى متمسكة بها رغم جراحاتها. والشعب الفلسطيني يقدر هذه المواقف لدى الأمة وهو يشعر أنه يعيش في قلوب أمتنا وشعوبنا من أقصى المغرب إلى أقصى المشرق، من طنجة إلى جاكرتا كما يقولون. وبالتالي هذه قضية حية وتحيي، هي حية في نفوس الأمة وهي تحيي الأمة أيضا. نعم. وإن شاء الله تعالى الغد قريب والناظر سيراه على حقيقته، وهي حقيقة، نعم، تمسك الشعب الفلسطيني بقضيته وحقيقة تحرير أرضه إن شاء الله تعالى. وتمسك كل المسلمين بالقضية الفلسطينية، لأن خصوصيتها هي أنها متعلقة بدين الإنسان. صح. يعني حين يقرأ في القرآن لا بد أن يجد فلسطين حاضرة ولا بد أن يتمسك بها. صح. أشكرك جزيل الشكر أستاذ بشار شلبي، الأمين العام لمؤتمر شعبي، عضو الأمانة العامة لمؤتمر الشعبي لفلسطيني الخارج، شكرا جزيلا لحضورك، وشكرا لكم أنتم مشاهدين الكرام على متابعتكم الحقيقة. إلى اللقاء.